السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. هنا في هذه الصور التي يتناقلها وتتناقلها كبريات القنوات التلفزيونية عبر العالم، الكل يشهد بقيمة الديربي ومكانة الديربي كواحد من المواعيد الكبرى في كرة القدم القارية، مشهد لمدينة الدار البيضاء. لا صوت اليوم يعلو يا سادة على صوت الديربي هنا في الدار البيضاء، هنا في العاصمة الاقتصادية بين الوداد ورجاء. ندخل للتفاصيل العامة في هذه المباراة بين النسور الخضر والشياطين الحمر. الوداد رجاء، من سيفوز بنقاط هذه المباراة؟ نقاط المباراة هي الآن في بطولة هذه السنة. الظروف الذي يعتمد في مباراة اليوم على تشكيل الرسمي هنا سازنيتي، عبد الإله مدكور، أسامة سكحان، مروان الهدهودي، سند الورفلي، عمر العرجون، زكريا الواردي، سفيان رحيمي، محمد زريدة، بن مالونغو ومحمود بن حليب. والتشكيل الرسمي لرجاء والمدرب لسعد جردش. الوداد فوزي البنزرتي، الاعتماد احمد رضا تكناوتي، اشرف تاري، ايوب العملود، يحيى عطيله، يحيى جبران، وليد الكارتي، ايمن الحسوني، ايوب الكعبي، مؤيد اللافي، محمد اونجام، وامين ابو الفتح. هم رسميو الوداد في الديربي 30 بعد المئة في بنكر بودلة نجد. عيسى رضوان جيد كحكم رئيسي فيما يتواجد على مستوى الفار، الحكم السيد ياسين بوسليم من الحكام الشباب في البطولة الوطنية رفقة زكريا برينسي. للناديين للوداد ورجاء هي ضربة البداية، هي ضربة الانطلاقة، انطلاقة مباراة الديربي بين الوداد ورجاء في المركب الرياضي محمد الخامس بصافرة رضوان جيد. تنطلق هذه المباراة بين الوداد ورجاء من قدم أيوب من قدم الحسوني أيمن، بين مالونغو للأمام، لكن منطقة الجزاء لعبت كرة في منطقة الجزاء، المتابعة بالراس تتحول من جديد، ودادية من مؤيد لافي، مؤيد المقنع الذي يلعب هذه المباراة، كرة للأمام، ودادية في منطقة الجزاء، هذه إمكانية من الطرف الأيمن، مؤيد لافي يسدد، فرصة أولى في المباراة في حدود الدقيقة الرابعة. العملود كان يبحث عن هدف اخر يضيف لنا الاجانب في تاريخ الرجاء. كره لايوب الكعبي، الكعبي من الطرف الايمن، ايوب لم يلحق حتى من 6 نقاط اليوم. شد كره لرحيمي، كان متسللا بكل صدق وبكل امانه. لو فاز الوداد كره وداديه من مؤيد لافي، لافي صراع على الكره، تفتاك من ايمن حسوني، والحكم رضوان جيد يتدخل للاعلان عن ضربه خطا. سحره في خط الوسط، ايمن حسوني، الانطلاقه من مؤيد لافي، لافي لافي يراوغ، لافي ممتازه جدا، كان بالامكان وان يكون الهدف الاول في هذه المباراه. تمريره ايمن حسوني، تمريره بالمقاس بالمليمتر، كانت واحده من ابرز فرص المباراه في الربع ساعه الاولى منها. شوف مؤيد لافي تخلص تماما من القناع، من دون قناع في الكره الماضيه. حملود كره وداديه في منطقه الجزاء، بالكعبي والتغطية من المدافع مروان الهدودي. الوداد يضغط في الربع ساعة الأولى بحثا عن هدف أول من المنطقة الدفاعية. تلعبات كرة ضربة تساوي في القائمة الثانية، المتابعة في الدربيب. الكنترول من بن حليب لزريدة للأمام، بن مالونغو، والتغطية من دفاع الوداد. يلعبون أدوار ثانوية من الناحية الهجومية ومن يصنعون الحدث، الكعبي، الكعبي والتغطية من أنس، والراية مرفوعة. وليد الكرت لأيوب الكعبي، الانطلاق من أيوب الكعبي، 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 والتدخل من دفاع الرجاء. فرصة أخرى تنضاف إلى قائمة فرص الوداد فيما يقال. كرة ودادية نحو أيوب الكعبي، 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 المراوغة من أيوب، 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 ممتازة جدا، والتدخل أنس سنيتي لبعض الخطر. مرة أخرى يظهر الوداد في توب الأكثر بحثا عن الهدف في الجولة الأولى من هذه المباراة. الكعبي للأمام، ممتازة جدا، وهي لافي، 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 لافي في منطقة الجزاء، لافي يلعب كرة لأيوب، كان بالإمكان وأن يكون هدف آخر
الوداد في الجولة الأولى. الوداد من الناحية الهجومية موفق في تعامله مع الجولة الأولى من هذه المباراة، كان قريب فيما يقارب أربع فرات. تتحول كرة من زريدا، يسددها زريدا لكن بعيدا، ضربة ساوية لمصلحة الرجاء. زريدا يشهد في خط الوسط في الدقيقة للرجاء، يرفعها في منطقة الجزاء لكنها مبعدة، تعود التوغل في منطقة الجزاء من سكحان. سكحان واحدة اثنين رجاوية، البحث عن التفريط في هذا الحارس أحمد رضا تاكناوتي. أول مرة خيار فردي يتحول سكحان في الكرة الماضية، اندفاع هجومي ويسدد كرته بشكل ممتاز جدا، لكن تدخل الحارس زريدة من الطرف الأيمن لرجاء، رفع الكرة في منطقة الجزاء رجاوية، التوغل لرجاء والإبعاد من دفاع الوداد. كرة في التماس لمصلحة رجاء، رجاء يجد الحلول على الأطراف مرة أخرى. محمود بن حليب جرب حده ويراوغ من الطرف الأيمن، وشوف زريدة قلت لكم أنه من أكثر اللاعبين اجتهادا في الجولة الأولى من هذه المباراة. محمود بن حليب للأمام، البحث عن وليد الكارتي، وليد مؤيد محمد نجام للأمام، مؤيد لافي والحكم يتدخل في الكرة الماضية. وليد أيوب ومن يتولى تسديد كرة في دولة قطر، يقود المباراة ويعطي إشارة انطلاق الجولة الثانية من الطرف الأيمن. مروان الهدودي، الهدودي للأمام، الرجوي محمود بن حليب، لكن كرة رجوي من الطرف الأيسر للرجاء، إمكانية للتسديد في منطقة الجزاء، لكن الطرف الأيسر لنادي الرجاء الذي يبحث عن هدف التعادل. كرة بالراس والتدخل من دلس الكرة، هناك زيادة عددية رجوية من جهة اليسرى، كرة في منطقة الجزاء. تدخل احمد رضا تاكناوتي، فرصه لرجاء لبلوغ المرمى وبلوغ هدف التعادل من قدم سفيان رحيمي. شوف العمل الكبير من زكريا الوردي والتوغل من سفيان رحيمي في مباراه الديربي 30 بعد المئة بين الرجاء والوداد. يتحول الفار نعم، يتابع من كل الزوايا المتاحه مع حد. يتحول لارضيه الملعب ويكون رحيمي في تنفيذ ضربة جزاء، كرة للرجاء. والتعادل في البيضاء في الدقيقة 30 بعد 100. يلا مجددا في المراكبة الرياضي محمد الخامس، والنتيجة كما يمن حضراتكم 1-1 بين الوداد والرجاء، بعد ما كان الوداد عنده فرصة في الجولة الأولى لتسجيل هدف ثاني. هو الرجاء يعود في النتيجة، تصبح النتيجة يا سادة 1-1 هنا في رحيمي. رحيمي مر من جليسرا، رحيمي في منطقة الجزاء، بين مارونغو بين الاستعراض من بين، لكن بعيدا عن المرمى لأحمد رضا تاكناوتي. سفيان رحيمي الكونغولي لمارتين في منطقة الجزاء، أيمن الحسوني 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 ينطلق محمود بن حليب، كرة من مذكور في منطقة الجزاء بالراس، الكعبي للمترجي، المترجي زهير المترجي وقع الهدف. زهير المترجي يضع الوداد في موقف مهم ومهم جدا في الجولة الثانية. طريقة التعامل مع الكونتر اتاك، شوف طريقة التعامل مع الهجمة، من حسوني في الانطلاقة، عمل كبير من زهير المترجي ليوب الكعبي اللي رجعها في مكانها في زمانها في تايمينغ ممتاز جدا، تصدي اول يانس وفي الثاني